مشكلة موجودة في المجتمع أقدر أسميها نقص الغيرة، بحيث أن الرجل يسمح إلى محارمه هذه. أبوي أنا بأكلم في موضوع. متى أنت بعد تتكلم في مواضيع؟ هل الموضوع هذا يتعلق بالغيرة والشرف؟ غيرة وشرفه؟ وش قاعد تخربط أنت؟ خواتي واحدة منهم تروح المدرسة بمريول ضيوف وبدون دفة، والثانية إذا تروح الماتم تروح بدفة وش حلاوتها، ومن تروح الجامعة تصبغ وجهها بمكياج. آه كل البنات كذي، رايح المدرسة وش تبغاها تلبس، وهذيك في الجامعة رفيقاتها كلها نفس الشيء. بس يا أبوي احنا في أيام السيدة الزهراء وهي قدوتنا في المحافظة على الحجاب والعفة، وفي حديث لها يقول خير للمرأة أن لا ترى الرجال وأن لا يراها الرجال. إنزين يعني خواتي مو بس ما نشوف منهم الرجال قاعدين يبرزون مفاتنهم، وهذا حرام، هذه غيرة يا أبوي. احنا نسمع الخطيب في الماتم يقول عن هالشي. إيه يا ولدي، فتحت عيوني على أشياء كنت غافل عنها. أنا اللي أحضر صلاة الجماعة وأحضر ليالي الفاطمية، شلون غفلت عن عفة بناتي؟ شلون